السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. أخواني شايفين الدخان هذا هو من البخور، الله يسلمكم. هذا البخور شايفينه؟ ما شاء الله تبارك الله. كثير يقول لكم إيش بيسوي هذا، مجنون بيقتل الطيور ومدري ايش ومدري ايه ومدري ايش ومدري ايش. لا يا اخوي، انا اشوفه حتى يعني انه المكان معزول، عندي ما عندي لا شباك ولا اي فتحة. اللهم صل على النبي. الهدف بوريكم الفيديو هذا انه يا اخواننا اذا طيوري سليمة وعارف صحتها الحمد لله كويسة وما شاء الله تبارك الله، فما عندي مشكلة اولع الباخور ده عند الطيور. بالعكس انا اشوفه بالنسبة لي مفيد. ليش؟ بيقتل الحشرات اللي تتراكم في هذا اللهم صل على النبي في الابراج هذه، بيقتل لي هي. اما اللي يقول لك لا والله بتخنق وما بعد ايش وما ادري ايش وما ادري ايش، لا يا اخوي معلش، انت ما انت متأكد، ما انت واثق من صحة طيورك، فلك الحق. ما دام انك واثق من صحة طيورك، فانا انا عن نفسي اهو مولع البخور وما شاء الله تبارك الله، بخور خلطة كمان، فوق بخور وتحت لبان وكل شيء. اللهم صل على محمد. وغير كده لا أحد يقول لي يضر فروخ، ما يضر فروخ وما أعرف إيش. أهو هذول الفروخ ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي أصحى أنا قارب، هذا ما شاء الله قارب، شايفين؟ طالما يا أخويا أنت متأكد من صحة طيورك فما عندك مشكلة. من اللي يقول لك الدخان وبخور وما ادري ايش، والله انا اشوف يعني انا عن نفسي انا ببخر. يا اخوي المربي انت ايش نوع طيورك، تتحمل ما تتحمل فما ادري عنك، لكن اللي بوضح الامر انه البخور انا اشوفه مفيد، بالذات انا عندي بيت مقفل وهذا، فتتكاثر عندي الحشرات، فمفيد لطرد الحشرات، لطردها وقتلها وسلامتكم. إن شاء الله يكون أخواني استفدتم من الفيديو، إن عجبكم واستفدتم منه وصلوا لغيركم لعله هو كمان يستفيد، وجزاكم الله ألف خير.